باش نقول لك اخويا، انا بالنسبه لي هذه المدربه هذه نكيره، ما عمري عرفت سمعت سميتو. يمكن بغى يشهر راسو على طار المغرب. وثانيا ماشي اول مره ولا ثاني مره غنسمعوا من هذا الشيء، من لا الاعلاميين لا مع المدربين. لا اللي بغى يتصاحب مع العسكر ديال بلادهم راه تيعرف المغرب، تيجبد المغرب باي طريقه. حنا تنقول لهم حاجه وحده، القافيه تسير والكذب تنبح، خليهم ينبحوا تيعياو، ما عندهم يصوروا منا. حنا نبدا تقول غنطالبوا الكونفدراليه تدخل ولا هاد، بالعكس بحال هادو كاع ما نديوها فيهم حنا كاع. غيبقاو ديما نائكلو ونبقاو ديما كي خلي ينبح حتى الصباح حتى الصباح. حنا ما عندنا نديرو به، هادشي ولفنا مع الجزائريين الله يهديهم، ماشي كلشي ولكن الله يهديهم. بعد الاعلاميين والصحفيين والمدربين اللي بغا يبان على ظهر المغرب راه تيبان، خلي الله يعاونهم. وهذا غير كلام اللي عنده فمو يقول اللي بغا، الكرة القدم اللي كتحكم. تيران اللي انتصر الله يعاونه، اللي ربح الله يعاونه، اللي ما ربحش الله يعاونه. هذا غير هضره غادي يكون كما يكون. كرة القدم غادي الماتش غادي يكون مزيان، وتنتمنوا ان شاء الله التوفيق للفريق الوطني باش يجي الحمد لله وينتصر. واللي عنده فمو يقول اللي بغا ولي، ان الفم ما تتحكمش عليه، يقول اللي بغيتي. ولكن العمل هو اللي غادي يكون في الماتش في التيران. العمل غادي يكون ان شاء الله الفريق الوطني غادي يقدم واحد العناصر مزيانين الحمد لله، وعنده اطفال وعنده شبان صغار، وتنتمنى ان شاء الله انتصار ان شاء الله. فهمتي راه المدرب راه داير واحد المجهود ديالو كبير، السي الراكيل حنا كنحيوه تبارك الله، وغادي يعمل ان شاء الله مجهود ديالو كبير باش ان شاء الله ينتصر الفريق الوطني. وشكرا جزيلا. لا ما كاين لا كولا سنه والو ان شاء الله. حنا حنا يقول لي بغا داك، يقول لي بغا اللي قلتي دابا ما كنعرف سميتو انا، يقول لي بغا. حنا المدرب ديالنا هو اللي غنسمعوا ليه، المدرب ديالنا ديال السيد وليد الكراني هو اللي غنسمعوا ليه، والسي القجع هذو هما اللي غنسمعوا لهم. ماشي حاجه التخربيق براسهم يقولوا لي بغا. وحنا حنا ماشي قريب الفريق ديالنا غادي نديروا شي حاجه ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ان شاء الله، ولما لا الكاس كاع ان شاء الله. افريقيا غيكون مغربي ان شاء الله، نتفائلوا. علاش؟ حيت عندنا فريق وطني قوي الحمد لله، وصلنا للعالميه وتفتخروا بينا الناس الدول، تفتخروا بينا. راه المغرب راه بخير، كرة القدم بعدا راه بخير الحمد لله، راه واصلين واحد النيفو، راه وصلوا لواحد النيفو في العالميه كما قلتي العالميه، واحسن قول تا هو بونو. صافي اذا عندنا حنا فريق وطني ان شاء الله يكون قوي، وغادي ندير. حنا ما عندناش بالقيل والقال، ما يهموناش فهمتيني، اللي بغا يقول شي حاجه يقولها. حنا متيقنين من راسنا، حنا كلها كما تقول كلها بلاكتو على ظهرو، ما كاين لا كولا ما كاين لا تخرويط لا والو. حنا غنمشيو نلعبو الماتش هذيك، لما حنا عندنا الماتش نربح هادشي اللي بغينا حنا. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.